السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بلانري من المواقع القوية اللي تخليك تعمل الوثائق زي الـ OIR والـ BIR والـ EIR والـ Function Plan والـ Cover Letter وكل الحاجات ديت، واحنا شرحناها بكده فهسيب لكم الشرح اللي احنا عملناه اسفل الفيديو. لكن خلينا نشوف ميزة جديدة، الا وهو ان انت تقدر تتعامل مع الذكاء الاصطناعي. تمام، فانت عشان تبدأ حاجة جديدة ممكن يقول لك تمبليت، هتاخد زي مشروع قديم وتتعدل بس بعض التعديلات، او هنبدأ بالذكاء الصناعي، او لو عندك ملف وورد ممكن تعمله امبورت وتشتغل عليه. فانا اقول له ستارت ويز اي اي، فبيقول لي اختار الاسم، فانا هقول له مثلا كايرو، واقول له كريت اوت لاين او كومبليت دوكمنت وتعدل عليه. هنا هو يديني بس العناوين الرئيسية ومفروض ان انا اكتب. فهنيجي هنا ونشوف مثلا الجزئية ديت، انا عايز اكتب اي حاجة هنا. تمام، نلاحظ ان ظهر لي هنا AI. الـ AI هنا على اساس ان انت تقدر اي كلام انت تكتبه تستعين بالـ AI. تعال نبص كده، بيقول لك ايه، ان انت ممكن كوريكت تصلح لك او يعمل اكسباند، يعني تعمل له شرح بسيط، هو يبدا ان هو يحط تفاصيل بتاعته، يعمل سمبليفاي او يعمل سمرايز، يلخص او رايت ماي سيكشن تايب. ممكن تقول له رايت ماي سيكشن، تمام، او نكتب جمله صغيره وهو يبدا ان هو يشرحها لك، ويكتب كلام قبليها وكلام بعديها، بيعملها باحترافيه. فشوف كتب لك كل دوت. طيب خلينا نجرب حاجه تانية، ان انا هاجي هنا مثلا في الجزء دوت واكتب هنا مثلا need to make meeting، تمام، واعلم عليها واقول له بالذكاء الاصطناعي بقى اعمل لها اكسباند. تمام، it is important that we schedule، من الضروري ان احنا نعمل meeting في وقت محدد، as possible as discuss the progress of our project. كل الكلام ده كتبه من فكرة ان انا عايز اعمل meeting. فهي دي فكرة الذكاء الاصطناعي. ممكن مثلا ممكن نعلم على حاجة كده ونقول له بالذكاء الاصطناعي لا انا مش عايز ارغي، اعمل لي ترخيص او تبسيط او او او، فهو يبدا ان هو يعملها لك بروفيشنال شويه. وده طبعا حاجه يعني بتوفر وقت ومجهود، وفي ناس بيبقى عندها مشكله في الصياغه وفي الكتابه والحاجات دي كلها. فده من ضمن المزايا بتاعت البلينري مع الذكاء الاصطناعي، بيوفر وقت وبيوفر مجهود وبيعملها باحترافيه عاليه. لكن لازم نراجع ما ناخدش الكلام ونبعته، لان انت المسؤول في الاول وفي الاخر.